السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وزي ما وعدتكم على مفاجآت، النهاردة لبس العيد الصيف الجديد مفاجأته كبيرة يا جماعة، أسعار ما كناش متوقعينها، كل الناس كانت خايفة وتقول يا ترى الأسعار هتبقى عاملة ازاي؟ واللبس الصيف الجديد هيبقى نازل عامل ازاي للعيد؟ أكيد غالي، هو بصراحة مش غالي خالص. النهاردة في مركز دبي يا جماعة والحاجات قمر، وأسعار اللطقم اللي انتوا شايفينها دي 300 و400 جنيه و500 جنيه، ودي أقصى أسعار معاكم في فيديو النهاردة اللي هي اللطقم يا جماعة. متخيلين الأسعار النهاردة مركز دبي هيقدمها لنا عاملة ازاي؟ أغلى وأشيك وأرقى لبس أطفال هتاخدوه بأسعار زمان. طب إيه السر؟ إيه السر؟ ليه الأسعار في مركز دبي كده؟ وليه الأسعار كمان هتبقى معاكم حاجات ب30 جنيه وب50 جنيه وب70 جنيه وب100 جنيه؟ بصوا، حتى اول ما رحت اصور لكم الفيديو لقيت الناس مش مصدقه وقاعدين يشيلوا في اللبس ويشتروا، وناس طالعه وناس نازله، في ايه يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ لا اكيد في سر تاني. ايوه في سر كبير وانا هقوله لكم في الفيديو ده. لا مش انا اللي هقوله، مدام خديجه هي اللي هتقوله، اسمعوا يا جماعه. مول دبي واسطوره عاملين مفاجاه. اولا احنا طبعا حاولنا على قد ما نقدر ما شاء الله نجيب اسعار حلوه وجوده عاليه، وان شاء الله هتلاقونا اقل من اي حد. تمام. غير كده كمان عندنا مفاجاه بقى، عندنا عرض التقسيط اللي هو ايه بقى؟ حلو جدا. اللي هو ايه؟ مثلا هتاخد كل اللي انت عايزه ومحتاجه، بتدفع اللي معاك يعني وليكن ربع الثمن حتى، وبعد كده بنقسط الباقي لحين ميسره. قدامنا ان شاء الله شعبان ورمضان نكون خلصنا باذن الله، حتى الناس اللي بعيد هو مره واحده بس اللي هتيجي، يعني ادفع جزء كده وبعدين اقسط الباقي كل مثلا فتره اخلص. او لو مش عايز الناس اللي بعيده، مش عايزه كل شويه تيجي تدفع فودافون كاش، او تيجي مره واحده، هي مره واحده ده. هي مره واحده الله تختار. ده الناس محتاجه كده اليومين دول، وهي دي المفاجاه يا جماعه. اللبس العيد تقدروا تحجزوه بالتقسيط، تدفعوا اللي معاكم وبعد كده تدفعوا جزء كل فتره، يعني اللي نفسه يجيب لاولاده هيجيب باي طريقه من مركز دبي، ودي حاجه عمركم ما هتلاقوها في مصر كلها. عشان كده اللبس ده بيخلص ويتفرش تاني، والمصانع بتعمل لنا اسعار حلوه. انا عايزه اسمعكم بقى بنفسكم اسعار اللطقم اللي قلت لكم عليها، وبعدين ارجع لكم تاني لان الفيديو ده هيفرح ناس كتير انا متاكده. 495 جنيه ما شاء الله، لسه دافعين فوجئات كتير. 495 استنى، انا مش مركزه معاك. 495 يا جماعه درس العيد القمر ده. داري كده يا مكه وريه لهم، بصوا ما شاء الله على الجمال، في منه مقاسات كبيره برضو. جميل. تمام. وفي منه درجتين، البني الغامق والبني الفاتح. 495 جنيه. ده من ضمن المفاجآت. تغيير كامل بالشنطه بتاعته. جميل. بالليجن بتاعه. طيب. وسعره مفاجأة. ايوه ما دام حد كان سايبنا في الاسعار النهارده. سعره مفاجأة. هيبقى سعره كام ده؟ سعره كام يا كوكو؟ هقول لحضرتك حاجه، هو ده مكتوب المفروض اسعاره هنا 750، انت قايل لي سعره 595. كام؟ في كمان 5%؟ في كمان 5%، يبقى سعره 550 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. احنا بنبدا يعني ايه؟ عروض من اول الموسم. طب كويس، خلي الناس تتبسط. على فكره 1 2 3 4 5 قطع ب 550 جنيه. وريني يا مكه. ايوه لف 550 يا جماعه. لبس العيد اهو، طقم شكله في اللبس قمر. انا عندي طقم هنا مفاجاه. بص الطقم ده ماشي من الخطيب. ده محيرات. طقم الحيرات ده والله والله ده يتباع ب 1100 في اي حته. هنا عملوه 50%، مش عارف عملوه ايه. 650 جنيه قبل الخصم. 650 جنيه قبل الخصم. قبل الخصم كمان. لبرده كل اللي يجي من تبعك 5%. طيب انا عايزه الناس بقى تنزل تسال على لبس العيد بره. انزلي اسالي وبعدين تعالي اشتري. يعني انا نفسي يلفوا لفه الاول قبل ما يجوا لنا. ما تلفوش يا جماعه، مفيش وقت، انتوا تروحوا بسرعه تلحقوا الحاجات دي، لان في ناس بتبقى لفه وعارفه وبتروح تلحق الحاجات دي. ما شاء الله. بصوا انا سميت الطقم ده طقم الدكتوره، لانه طقم شكله قمر ويلبس لحد 16 سنه وسن محير. وكمان الفيديو مليان مفاجآت، ده دي اغلى اسعار بقول لكم، ده في حاجات اسعارها اقل بكتير. مدام خديجه النهارده انتوا هتحبوها اكتر واكتر في الفيديو ده. تعالوا كده نسمع بقى ونشوف الاسعار اللي اقل هتبقى عامله ازاي. 195 جنيه اول كده. اول حاجه يعني احنا ايه؟ 195 جنيه متاح الواناته كلها ما شاء الله يا جماعه. ده محير. أيوة. ده على فكره ده اصغر مقاس لحد 14 سنه ب 195. بسم الله ما شاء الله. عشان بس متحمس لها. ماشي. 120 جنيه. 120 120 يعني جنيه. في اقل ماشي.
دي حاجات الصيف بقى الجميل. دي حاجات الصيف بقى. اسعارها السنه دي الحاجات الخفيفه اسعارها مفاجاه. بصي ده بلوزات كمان برضو معانا بكام؟ قول لنا الاسعار البلوزات. انا هقول لك البلوزات دي. حاضر. قول لنا البلوزه دي عامله 195 جنيه. 195 يا جماعه. 195 جنيه. طب كويس. ربنا يعلم احنا حاولنا قد ايه على قد ما نقدر نختار اسعار معقوله وجوده عاليه في نفس الوقت. كويس كده. اهو الطقم اهو يا جماعه اللي ب 550. 550 جنيه والله ده المفروض بسعره. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم الكلام ده مش هتشوفوه في اي مكان تاني غير في مركز دبي ومول الاسطوره. الاسعار دي بيقدروا يطلعوها لكم كده في الموسم علشان بيجيبوا كميات وانتوا هتشوفوا الكميات بنفسكم. كل الاعمار موجوده ما تشيلوش هم. طيب لو عايزين اطقم باسعار اقل يا شيماء من 500 جنيه موجود؟ ما تشيلوش هم زي ما قلت لكم. ايوه موجود. اسمعوا الاسعار وبعد ما تسمعوا اكتبوا تعليقات حلوه. ومدام خديجه النهارده نجمة الفيديو. مدام خديجة انت قلت لي في برضه اطقم هتبقى ب 400 جنيه. دي اطقم بقى احنا عاملين عليها عرض خاص. دي اطقم يمكن اقل كمان 60 70% خاص. ما شاء الله. 50 جنيه. قول كده تاني يا كوكو. 450 جنيه. لا اسمعي مني انا بقى. 450 جنيه. 295 جنيه. يا خبر ابيض. 295. بيقول ايه ده؟ لا 295 جنيه برضه عشان خاطر مدام شيماء. 295. واللي يلحق بقى. اللي يلحق لبس العيد. 295 يا جماعه. ما انا افتكر اول فيديو عملناه هنا كانت الاسعار بتاعتي 295 جنيه من اربع سنين. ايوه فعلا. خد بالك مقاسات كبيره مش مقاسات صغيره. 795 تبقى بكام؟ 450 جنيه. 450 بدل 700 وي. بص يا جماعه شويه دول لقطه بقى بس دول اللي يجي يلحقهم. ايوه طبعا. يعني ده ب 400 جنيه مدام خديجه ولا 450؟ ده 450 يا كوكو. 425 استاذ حماد قال انا 400 يلا 400 جنيه الطقم ده يا جماعه. طب الحقوا بقى الحاجات اللي عليها عروض دي. طقم العيد ب 400 جنيه ده لقطه. بصوا احنا عندنا برضو طقم دي ب 495 جنيه. ايوه يا جماعه دي بقى اللي انت قلت لي عليها مدام خديجه. 495 دي بدله بنطلون عشان خاطر مدام شيماء يبقى 450 بنطلون. طب بصوا يلا يا جماعه اطقم حلو قوي. استاذ حماده وزعلي قالوا ايه مدام شيماء جايه اعمل كمان خصم فوق اللي احنا عاملينه. ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله اللبس كتير وموديلات كتير جدا وحاجات قمر وفي كده الوان نازله جديده هتعجبكم قوي. وفي كمان اطقم سعرها 450 و550 جميله جدا وهنقيسها وهنفرجكم عليها. وكل اللي نفسه في حاجه هيلاقيها حتى اسدال رمضان واسدال صلاه العيد للاطفال ولينا احنا كمان موجود. وعارفين سعره كام؟ 150 جنيه. فيديو جميل قوي يا جماعه بصراحه واسعار حلوه. بعد ما هنتفرج على الدور البناتي في مركز دبي يلا نطلع الدور الثاني عشان نشوف لبس الاولاد اللي نصيبهم معانا نصيب الاسد السنه دي. لبس الاولاد تحفه واسعاره اقل كمان من البناتي وبجد الموديلات هتعجبكم جدا السنه دي ما شاء الله. انا عايزه اسمعكم برضو اسعار الاولادي عشان تتحمسوا كده وتدعوا لنا دعوات حلوه. انا عايزه اقول لك ان هنا في مفاجآت كتير قوي ما شاء الله. بنبيعه هنا ب 250 الجديد. لا بص 195 يا مدام. 195 مش هنقول 200 جنيه هنقول 195. ايه رايك؟ بصي الوانه بقى وانت تايه. في كميه يا مهندس 195. استنوا يا جماعه قبل ما نكمل لبس الاولادي واسعاره الحلوه دي انا عايزه بس اقول لكم حاجه مهمه لاني لقيت زحام كتير جدا في القسم ده في مول دبي. ايه اللي بيحصل ده وايه الحاجات دي والناس زحمه عليها ليه؟ طب نسمع اسعارها الاول وبعدين نرجع للاولادي تاني. حقيقي خدي بقى كده المغاره كده. ابدا يا كوكو. ما شاء الله. ابدا يا كوكو. ايه سويت شيرت ب 50 جنيه. نخلص الفيديو على كده. ايوه يعني بصي سويت شيرت ب 50 جنيه. 50 جنيه سويت شيرت ب 50 جنيه. ده لسه انت لسه شفتي حاجه. ده خلاص بما اننا فرشنا الصيفي فالشتي بقى ببلاش. يلا بقى سمعني. طب والجواكت دي بكام؟ ما بلاش. قول يلا بلاش. يلا بكام؟ 130 جنيه. 130. انت مبسوط انت بالاسعار دي؟ 130 جنيه. 130 اللي عايز شتوي بقى يعينه للسنه الجايه ب 100 جنيه. 130 جنيه. مقاسات كبيره. ايوه مقاسات كبيره. احنا بقى ايه اتحدينا الشاذلي بقى بكده. خلاص يعني انتوا بتضحوا بالشغل ده؟ خلاص ب 140 وده بكام ده؟ 140 جنيه. ماشي يا جماعه 140 جنيه. 140 جواكت اولادي مقاسات كبيره. 140 جنيه. يلا دول اللي يلحقهم بقى دول ببلاش. لا لا في كميه بتذاع عادي. 140 جنيه. ماشي. طيب اقول لك على حاجه الراجل يزعل؟ لا
ب 120 جنيه. 120 ده كشمير. اتفضلي تفاصيله اهي. بصوا يا جماعه كشميرات 120 جنيه ستيو تيشرت ايه الرجالي. ماشي. طب بقول لك على حاجه، جاكيت رجالي؟ ايوه. يزعل؟ لا مش هنزعل. ب 195. 195 جواكت رجالي. ما شاء الله. بصي ما هو البيجامه دي على فكره دي تنفع للعيد لان العيد هيبقى خريفي. ده مستورده. 195 يا جماعه. بقول لك على حاجه مستورده. مستورده ب 195. طب دول نقطه دول. عندي بيجامه هنا في سنتر داي ب 75 جنيه. بيجامات. بيجامه ب 75 جنيه. طب والجاكيت الاحمر ده يا مدام خديجه؟ انت بتروحي على حاجات بعد اذنك. بلاش مدام خديجه. بلاش. ماشي. الجاكيت ده بيتباع ب 450 جنيه. ماشي. طب دول بكام؟ 295 جنيه. يا صلاه النبي. حلو. جميل. هتنزليه اكتر؟ 295 جنيه. عشان خاطر مدام شيماء. مش انت قلت مدام خديجه خلاص بقى. مش مصدقه والله اللي بسمعه. جواكت شت ده 250 جنيه. مبطل من جوه 250. بس يا مدام شيماء. بس اللي يلحق. ايوه عشان كده. بصي بكام يا كوكو؟ 60 جنيه. ببلوفر ب 60 جنيه. 60 جنيه ومقاسات كبيره ما شاء الله. 60 جنيه. بصي المقاسات. 60 جنيه. المقاسات شبابي والله العظيم. يا بلاش. 60 جنيه. يا بلاش. ده رجالي؟ ده بيمشي ينفع بولاد وبنات. اه 95 جنيه. 95 ما شاء الله. بصوا ده سويت شيرت ب 95 مقاسات كبيره. ان الحاجات دي فعلا الناس بتستناها. ده اي حاجه احنا كنا نبيعها ب 350. 195 جنيه. 195 جنيه. بس بس انا احب الثواني دي. ايوه 125 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا خبر. المقاسات دي كمان 125. معلش معلش سامحونا اللي خدوه بسعر اعلى، بس احنا طبعا معروف ان احنا طالما مدام شيماء عندنا يبقى لازم نضحك. مقاساتك. اه مقاساتك. ايوه عشان خاطرك. أيوة. 230 جنيه. الشيك ده ب 230؟ اه 230 جنيه. ايه يا جماعه؟ اخدي واحد يا جماعه. البيجامه البيتي اغلى من كده. ده فرصه. طب بصي دي كام يا كوكو؟ والله كل ده بنبيعه ب 195. بصي والله كل ده ب 195. نخليها زي صاحبتها برضه تبقى 125 جنيه. ايه رايك؟ 125. بصي الوانها ده خاماتها جميله. الله بصي القمر دي للعيد على فكره جميله. دي ب 125 جنيه. تسلمي يا مدام خديجه. بس الصغيره دي بقى ايه نضحي بيها شويه نخليها ب 100 جنيه. 100 جنيه. طب دي مبطله من جوه. مالكش انت دعوه لو سمحت. اتفضلي يا مدام خديجه. 250 ده مبطل. مبطله 95 يا كوكو. 195. بس كوكو بيبص لها ازاي؟ والله كلهم ينفعوا للعيد. ايوه ما شاء الله. بصي هنا بقى كده يا مدام شيماء. بصي دي بلوزه. ايوه. تلبس ايه اطفالي ومحيرات منها. تمام. دي ب 140 جنيه. انت قلت 140 جنيه. دي صيفي. دي صيفي. اه 140 جنيه. مدام خديجه احنا متعشمين فيكي. خليها 100 جنيه يا كوكو. 100 جنيه. الله. انت عرضي طيب عشان انت كده. الله. يا صاحبه المكان. طب ودي يا مدام خديجه الملونه دي يا مدام خديجه. دي ب 250. 195. يا 195 ما شاء الله. جميله 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 جميله. بصوا دي ب 195 جميله للعيده اهي خديجه. تعالي انا بحب زي ما قلت خديجه. سيبنا كل الناس تلبس. الله يخليك. كل الناس تعيد وكل سنه وانت طيبه. وانتي طيبه يا مدام خديجه وتسلمي على الاسعار دي اللي هتفرح ناس كتير. روحوا خدوا يا جماعه الشتوي ده بقى لاولادكم فرصه ده ببلاش البلاش. يلا بقى نرجع للاولادي عشان نشوف اسعار الاولادي. خلوا بالكم اسعار الاولادي الصيفي اقل كمان. في اقل يا شيماء؟ ده انتوا هتتصدموا يا جماعه. اسمعوا اسمعوا. ايه ده؟ ايه رايك؟ يلا بقى عشان اشتري منك لادم. 35 جنيه. كام؟ ب 35 جنيه. لا تعليق. اقول لك الحاجه الثلاثه ب 100. الثلاثه ب 100 ب 35 جنيه. طب والله بلاش. دول برضو اللي يلحقهم يا جماعه. يلحقهم. ما شاء الله. بصوا يا جماعه التيشيرتات عجباني جدا وخامتها تحفه. ايوه ده مستورد والله بيتباع في اي حته ب 350 جنيه. عندكم بكام بقى؟ ب 195. انا بقول لك سعر 195. 195. بصي التيشيرت وحلاوه التيشيرت. جميل جميل. بصي يا ام هنا. بصي 195 يا جماعه. 195 جنيه. طب اقول لك على حاجه. بكام؟ انا بكون بنبيعه ب 75. انت عشانك انت هتبيعيه بكام؟ 65. 50. 50 جنيه. الشورت ده ب 50 جنيه. اسعار 20 سنه فاتت يا جماعه. 75 جنيه. 75. انت بنتي هتسمعي سعر قميص السنه دي ب 75 جنيه. لا تسلم والله. نبدا بده. ماشي. 395 جنيه. 395. وفي 5% كمان. خصم. ماشي. يعني احنا في الاولادي في خصم 5% كمان. اولادي بالبنطلون بتاعه ب 195 جنيه. ما شاء الله 195. 195 جنيه. 195. سعره 450 جنيه ثلاث قطع. تمام. 450 جنيه. انا بقول اسعار وربنا يستر. ماشي يا جماعه لبس.
350 جنيه برضه اللي يلحقهم بقى ايه بالاكسسوار بتاعها كمان. انا مش شفتش الاكسسوار بتاعها معاها شنطه طقم بالشنطه ب 350 جنيه وفي منها الوان تانية يا جماعه برضه نرجع ونقول اللي يلحق. طيب تمام دول اللي يلحق. طبعا يا جماعه تروحوا بسرعه وتلحقوا الحاجات دي لانها لما هتخلص مش هتيجي بالسعر ده تاني. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده ان الحاجات اللي بتبقى اسعارها نازله بشكل كبير ما بترجعش تاني بالاسعار دي، فاللي عايز الحاجات دي يروح يلحقها. ولسه الفيديو مليان مفاجآت لما هندخل كمان قسم الحريمي، العرايس اللي بتجهز هناك خصومات على الشتوي 50%، الحاجه ب 400 جنيه هتاخديها ب 200 جنيه والحاجه اللي ب 200 جنيه هتاخديها ب 100 جنيه، حاجات كتير قوي ومصانع عاليه تركي ومصنع ماسة. وانت بقى بتاخدي اللبس لاولادك ما تنسيش نفسك وطلعي خدي لك شويه حاجات كده. واسمعوا كده يا جماعه اسعار برضو الملابس الحريمي هناك عامله ازاي، ولازم تروحوا بسرعه مركز دبي ومول الاسطوره تلحقوا الحاجات دي لانها لقطه. عبايه مزاي اللي بتتباع في اي حته ب 500 جنيه. مش عايزه اقول لك في اللبس دي عارفه مزايا مصنع جميل نرجع ورا شويه دي ب 500 جنيه كان اخر حاجه بتتباع 290 جنيه 290 مزايا. بصوا مزايا اهي مدام حديثة تانية دي 290 جنيه عشان خاطر 290 جميلة على فكرة بتلبس مقاسات تحفة تحفة خلاص مزايا جميلة جميلة جميلة. انت شكلك مش عايزاه الصيفي ده بقى. ايوه مش عايزاه مش عايزاه الزبائن عايزاه لا مش عايزاه نخلص بقى نخلص يلا يلا مدام خديجة يلا. ده كله كان بكام يا كوكو اخر حاجة احنا عملناها؟ والله اخر حاجة احنا كنا عاملينها بنبيعها بجد ب 195 جنيه البلوزات الصيفي دي. طب انا هقول لك على حاجة انت ايه رأيك؟ ايه رايك دهوك ده يلا مدام خديجه 150 جنيه 150 اي قطعه ما شاء الله 150 اي قطعه صيفي. طبعا يا جماعه لازم تروحوا بنفسكم لان لسه في حاجات كتير هتشوفوها في الفيديو. الحاجات دي ب 100 جنيه و 120 جنيه وفرص لا تعوض في مركز دبي النهارده ومول الاسطوره. لايك للفيديو ودعواتكم الحلوه وكل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما افرحكم كده بالحاجات الحلوه دي واللي يروح بسرعه هو الكسبان. ويلا نشوف الفيديو الجميل ده مع بعض يا جماعه. انت ام هنا ووش الهنا ان شاء الله باذن الله. العنوان المحل. سنتر دبي المحله الكبرى امام موقف زفته نزله الكوبري ودبي وعندنا اسطوره مول كمان الناحيه الثانيه. يعني العروض هنا في دبي وفي اسطوره سنتر دبي واسطوره السنه دي في العيد الاسعار محدش يتخيلها كله جديد في جديد وما شاء الله الخامات كلها تحفه ما شاء الله. فيديو جديد يا جماعه النهارده من مركز دبي ولبس العيد. كل سنه وانتم طيبين وعروض حلوه كالعاده من مركز دبي. وزي ما احنا متعودين مركز دبي ونفس العروض اللي بتتعرض هنا بتبقى موجوده يا جماعه في مول الاسطوره. مول الاسطوره هناك قدامهم اهو بصوا هتلاقوا الفيديوهات اصلا بتتعرض على شاشه اهي زي ما انتم شايفينها. وعنواننا فين بقى للناس اللي بتشوفنا اول مره؟ في المحله الكبرى شارع وبور النور امام موقف زفته يا جماعه. شارع وبور النور معروف جدا في المحله. بصوا في نهايه الشارع ده في فتح الله وهنا موقف زفته يا جماعه. تمام يبقى شارع وبور النور امام موقف زفته مركز دبي. مش هطول عليكم لبس العيد الجديد الصيفي نزل واسعاره الحمد لله هم قالوا لنا الى حد ما جابوا لنا اسعار حلوه على قد ما يقدروا. بصوا الموديلات تحفه قمر قمر تغري كده. بصوا يا جماعه في مفاجات كتير في فيديو النهارده واكيد انا غششتها لكم في اول الفيديو كده. بصوا الموديلات الحلوه دي كلها بقى حاجه السنه دي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ما شاء الله. الاولاد والبنات من اول عمر شهور لحد 16 و17 سنه موديلات جميله. بصوا التايجرات نازله موضه قوي في لبس الاطفال السنه دي. طبعا برده الكاجوال والحريمي هنطلع نشوفه برده فوق. يلا بقى هندخل نشوف الحاجات دي كلها على الطبيعه ونسلم على مدام خديجه واستاذ حماده ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين والعيد ما يحلاش الا بمركز دبي. ازيك يا مدام خديجه؟ عاملة ايه؟ بتحتفلي بالفالنتين ولا ايه؟ طيبة اه لازم اه لسه شباب. ايوه طبعا كل سنة وانت طيبة يا مدام خديجة وبألف خير. وقلت لهم العيد ما يحلاش الا بمركز دبي ومول الاسطورة. ربنا يخليكي منورانا يا حبيبتي. الله يخليكي. عندنا ان شاء الله السنة دي بقى ان شاء الله لبس العيد كله وصل الحمد لله الحمد لله. موديلات جميلة بإذن الله. وعندنا مول دبي واسطورة عاملين مفاجأة. اولا احنا طبعا حاولنا على قد ما نقدر ما شاء الله نجيب اسعار حلوه وجوده عاليه وان شاء الله هتلاقونا اقل من اي حد. تمام. غير كده كمان عندنا مفاجاه بقى عندنا عرض التقسيط اللي هو ايه بقى؟ حلو جدا. اللي هو ايه مثلا هتاخد كل اللي انت عايزه ومحتاجه بتدفع اللي معاك يعني وليكن ربع الثمن حتى وبعد كده بنقسط الباقي لحين ميسره. قدامنا ان شاء الله شعبان ورمضان نكون خلصنا باذن الله.
حتى الناس اللي بعيد هو مره واحده بس اللي هتيجي. يعني ادفع جزء كده وبعدين اقسط الباقي كل مثلا فتره اخلص، او لو مش عايز الناس اللي بعيده مش عايزه كل شويه تيجي تدفع فودافون كاش او تيجي مره واحده. هي مره واحده ده. هي مره واحده الله. تختار ده الناس محتاجه كده اليومين دول. ان شاء الله باذن الله. ماشي يا جماعه، مساهمه مننا مركز دبي واسطوره. تسلم. وبرده كمول الاسطوره برده. ان شاء الله. طيب تمام، يعني احنا نقدر يا جماعه نشتري اللبس العيد بالتقسيط ونفرح ولادنا مع مركز دبي ومول الاسطوره، وزي ما مدام خديجه قالت تدفعوا مبلغ كل فتره، لو حتى مش هتقدروا تيجوا تدفعوه احجزوا الحاجه وبعتوها على فودافون كاش. هي مره واحده بس. تمام. يختاروا حاجتهم بنحجزها وبعد كده ان شاء الله. تسلمي مدام خديجه ما شاء الله، حاجه خليش. حلوه جدا. ماشي يا جماعه، مفاجآت حلوه ما شاء الله. طيب كويس، نسلم على الاستاذ حمادة ونمشي. ماشي يا جماعه ما شاء الله، لبس العيد الجديد بقى كل سنه طيبين، موديلات حلوه حلوه حلوه، والفساتين الحلوه البناتي هنا. وهنطلع برده الدور اللي فوق الاولادي عليه برده عروض حلوه. كوكو ازيك يا مهند؟ ازيك يا كوكو؟ بدايه العروض. ايوه توينز ب 195 جنيه اول كده. اول حاجه يعني احنا ايه سخنين. 195 توينز متاح الوانات وكلها ما شاء الله يا جماعه. ده محير. أيوة. ده على فكره ده اصغر مقاس لحد 14 سنه ب 195 جنيه. بسم الله ما شاء الله. عشان بس متحمس لها. ماشي. 120 جنيه. 120 120 يعني جنيه. في اقل يعني على قد ما معانا هنقدر نلبس ما شاء الله. ما شاء الله. تعالى نبدا بقى بس بعروض الفساتين كده. بص الفستان ده ما شاء الله. بصوا يا جماعه ده فيه الوانات وبرده متاح منه الوانات. طب فعجبني الموديلات السنه دي ودرجات الالوان اللي داخله في بعضها، تشوفوها في اللبس بقى جميله. بص يا جماعه معانا البنات النهارده هيبقوا لابسين اللبس. الله بصوا الجمال. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. مكه ازاي عامله ايه؟ كوسانت طيبه. الفستان الجميل ولونه الجميل ده ما شاء الله جميل يا كوكو. منه اللون ده واللون ده حلو قوي. لف كده يا مكه ورينا. ما شاء الله. بصي حلوه قوي قوي قوي. الفساتين السن ده موجود منها كتير قوي يعني. اول مقاس في السن ده. الله جميل. ماشي يا كوكو ده. قول لنا المقاسات من كام لكام في كل حاجه. بصي ده اول مقاس لحد 10 سنين. لحد 10 سنين الموديل ده يا جماعه. بصي التايجر ده. ماشي ما شاء الله. جميل قوي يا مكه. جميل. ده موديل برضو تاني تايجر. طبعا التايجر ده ما بيفصلش كل سنه معانا على طول. ده بنوته تانيه لابساها. بسم الله ما شاء الله. حلو عجبني التايجر قوي. هو مش من غيرك صور. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. لبس العيد له بهجه سبحان الله. مهما نشوف لبس في اي وقت لبس العيد له بهجته. جميل حلو قوي. تقدروا تشتروا لاولادكم اللطقم الحلوه دي بالتقسيط، تيجوا تختاروها وتقيسوها على اولادكم، وبعدين تروحوا بلادكم لو انتم من بلد غير المحله وتدفعوا كل مده حاجه. ولسه وقت على العيد اهو ما شاء الله. تمام. يعني عندي صغير وعندي كبير. بصوا اللون ده. الله ايه القمر ده ما شاء الله. تمام حلوه. سن كبير. بصي كده يا لولو. خليهم واقفين دلوقتي يا مدام خديجه برده ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. حسيتوا بالفرحه كده لما شفتوا البنات الحلوه دي ما شاء الله. الناس كده بتطلب ابيض فصمه. جميل. بصي كده ده يا ام هنا. الناس كده بتطلب ابيض فصمه. الحاجات القمر دي. بصي هو ما لابسينه ايه ده؟ انتم مجهزين لنا كل حاجه بقى. كل حاجه على الطبيعه. ما شاء الله حلو جدا. شوفوا يا جماعه حلوين ازاي ما شاء الله. ربنا يحميهم ويبارك فيهم. جميل. بص الطقم حلو قوي. وينفع بقى خريفي وينفع صيفي. الشواكت اللي فوق الطقم ده. لا لا خدي بالك ممكن تلبسه كده. انا اقصد ممكن تلبسه بنص كم. ولو الجو برد شويه تلبس الجاك. ايوه جميل ما شاء الله. تعالي يا لولو. القمرات دول ما شاء الله. كبرتوا شويه عن الفيديو اللي فات. ما شاء الله حلوه قوي اللطقم. حلوه قوي يا جماعه. احنا عايزين بقى واحده واحده كده اتفرجنا على الطقم بتاعها تاني ما شاء الله. يا رب كل الناس كده تجيبوا لاولادكم احلى حاجه. الفساتين حلوه 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 ما شاء الله. تعالي يا لولو. يلا خدوا صورة مع بعض بقى كده وقولوا باي باي. يلا باي باي مكة. بصي ده تايجر تايجر برضو. الناس اللي عايزة تايجرات مش فساتين. حلو. عايزين نقيس الحاجات دي كلها يا كوكو. الله انتوا جاهزين اهو. ده المودلز النهارده ما شاء الله كتير. احنا مجهزين كل حاجة. حلو قوي يا جماعة. الموديلات خطيرة السنة دي. جميلة ما شاء الله. ماشي مكملين ونشوف باقي الأسعار. احنا لسه هنقول لكم الأسعار. بصي يا مهنا في ناس ما بتحبش الفساتين اللي هي منفوشه. ايوه بصي الدرسات دي. اوعى تقول لي ان في بنوته لابساها كمان. في بنوته. انا والله بحضر لك كل حاجه لزبايننا. بنسهل عليهم كل حاجه ما شاء الله. بصي الله على القمر. الناس اللي ما كانتش عايزه حاجه منفوشه ما شاء الله. مش منفوش. ايوه ده مش حلو منفوش. ده
جميل. يا سنة وانت طيب، قولهم كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. رمضان كريم. رمضان كريم. يا جماعة وفي كمان طقم قمر برضو بنوتة زي القمر لابساه وشكله جميل جدا. مكسوف. الفستان ده هيبقى ترند ما شاء الله. تحفة. انت خدت بالك؟ تحفة. وسعره مفكر. هيبقى بكام يا انت قلت لنا عموما الاسعار من 400 و450 أيوة. لاقصى حاجه 800 و850. ماشي 100 100 يا جماعه ما شاء الله. ما عندناش حمالات هم بقى، احنا قلنا هندفع براحتنا. ماشي مش مشكله. ما تشيلوش هم يا جماعه خالص، الوقت لسه معاكم، والحاجه اللي تعجبكم تعالوا احجزوها وما تشيلوش هم. ماشي يا مدام خديج، مكملين مع بعض ونشوف باقي العروض. برضه ام هنا احنا ما نسيناش البيبيهات. الناس اللي كانت بتطلب ما فيش حاجه للبيبيهات، احنا برضو جبنا حسين بيبيهات. حلوه الالوان دي، بتبقى في تغييرات كمان بيبيهات. بصي ده يا كوكيز خنون ده ايه، لبسته كات عادي. ماشي. الجو برد برضو، اتفقنا ان كل الفساتين في نص وفي كات. يعني ده مثلا ب 500 جنيه كوكو ولا اقل ولا اكتر؟ اقل من 500. طيب انا مش عايز اقول على فكره الاسعار عشان في ناس بجد بتضرب الاسعار بحاجه يعني ايه فوق ما تتخيلي يعني. ماشي تمام. ماشي انا عايز اشوف بقى الطقم اللي مكه لابسه ده. مكه لابسه طقم يا خلاص واسات. بص يا جماعه في منه كميه للجمله كمان. بص وسعره فوق ما تتخيلي. جميل. اقول لك على حاجه. ماشي. سعره بص يا جماعه 495 جنيه. بصوا مكه ايه القمر ده 495 جنيه ما شاء الله. لسه ده في مفاجات كتير. 495. لسه انا مش مركزه معاك. 495 يا جماعه درس العيد القمر ده. داري كده مكة وريهولهم. بصوا ما شاء الله على الجمال. في منه مقاسات كبيره برضو. جميل. تمام. وفي منه درجتين، البني الغامق والبني الفاتح. 495 جنيه. تحفه يا جماعه 495. تمام. جميل يا مدام خديجه. وهو معاه الجاكيت ينفع يتلبس في الحر وبرده الجواكت علشان ايه احنا لسه الجو لسه برد. جميل قوي. تسلم ايدكم. جميل 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 ما شاء الله. ميري باي. ولسه بقى مكملين. بص بقى كمان يا ام هنا، بص الحاجات دي، الحاجات دي اللي بتنفع بقى عيد ومناسبه. تمام. اللي هو بليزر وتحته الفستان. ماشي يا جماعه. تعالي هنا برضو كده ما شاء الله، لبس العيد الجديد يا جماعه. تمام. جميل. السنه دي برضو في مركز دبي حاجه زي كده. ده عجبني على فكره. سيمبل ده، في منه اللون ده وفي منه اللون ده. هو خامته ايه يا بصي كده يا كوكو، خامته ايه؟ بصوا يا جماعه خامته جميله حلوه الحاجات دي. وفي جاكيت جينز وتنفع مناسبات برضو يا كوكو، يعني خروج ومناسبات لو في فرح او في حاجه. طبعا انا عندي كميه الوان في الفساتين. بصي ده لون كمان. بصي يا مهنا الموديل جايبه السنه دي بالواناته. طيب ماشي. متاح منه الوانات. ماشي يا جماعه. اهو البيش كمان اهو. لو عجبكم طقم وسعره حاسين ان هو مثلا مش قادرين على سعره، لا في قسط يا جماعه، في تقسيط. بصي يا ام هنا برضو الناس اللي من بعيد ممكن تقول لك طب انا قسط ازاي؟ انت حضرتك بتيجي لو عايزه تيجي اول مره نحجز لك اللي انت عاوزاه وتبعتي كل مدى فودافون كاش. انت خدت بال حضرتك لحد ان شاء الله 15 رمضان وتيجي تستلم اللي انت عاوزاه. تمام 100 100 ماشي. تعالي برضو هنا معانا نكمل برضو ايه عروض الفساتين. بصي الفستان ده يا حلوه، ده فستان سعاد حسني ده كوكو. يبقى على مكه جميل ده. على مكه جميل. يا جماعه الموديل القمر ده شكله عامل ازاي؟ استنى يا كوكو نشوف تفاصيله كده. بص يا جماعه الجمال حلوه قوي، حاجات تفرح الولاد كده، شكلها مبهج جميل. طبعا الناس اللي بتتابعنا من محافظات بعيد بتقول يا شماء الموديلات عندكم بتبقى بسم الله ما شاء الله جميلة. بص الموديلات. بص برضو ام هنا في ناس بتحب الحاجة الرقيقة شوية، انت خدت بالك اللي هو ايه من غير جاكيت ولا حاجة. ايوه انت خدت بالك. وخفيف. أيوة برضو من غير جاكيت ولا حاجة. تمام. تعالي برضو نخش هنا. بص الفستان ده انا عندي كمية الوان في الفساتين السنة دي ما شاء الله. اي لون بتتخيلوه هتلاقوه هنا في سنتر دبي ومحل اسطورة ما شاء الله. تمام. ماشي. تعالي هنا كده كمان. بص ده ام هنا بقى ده تغيير كامل. تمام. ده من ضمن المفاجآت. تغيير كامل بالشنطه بتاعته. جميل. بالليجن بتاعه. وسعره مفاجأة. ايوه مدام خديجه سايبانها في الاسعار النهارده. سعره مفاجأة. هيبقى سعره كام ده؟ سعره كام يا كوكو؟ هقول لحضرتك حاجه، هو ده مكتوب المفروض اسعاره هنا 750، انت قايل لي سعره 595. كام؟ في كمان 5%؟ جميل. في كمان 5% يبقى سعره 550 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. احنا بنبدا يعني ايه عروض من اول الموسم. طب كويس، خلي الناس تتبسط. 550 جنيه. 550 وجاكيت يا جماعه، جاكيت وتحته باطي وشنطه وجيبه. وجيبه والكولوم بتاعه الليجن بتاعه كمان اهو. بص الليجن
مش خامه شعبي. انت خدتها الليجن ده بيبقى في اي حته 75 جنيه اصلا. كويس جدا. تمام؟ ده سعره 550 جنيه. تمام. تمام؟ ماشي. تعالي برضو مكملين معانا هنا في العروض. بصي كده يا ام هنا ده. وهو مات ولا ايه ده؟ ده تغيير برضو. بص يا جماعة اللطقم دي فخمة يا جماعة، واعتقد انها تبقى نزلة السنة دي في المحلات التانية فوق الالف على فكرة. والله 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 فوق الالف، واحنا يعني ايه بنسعر السنة دي استاذ حمادة استاذ علي على قد ما يقدروا عشان الناس تنبسط، عشان كده الناس بقى كانت زحمة عندكم قبل ما انا جيت. أيوة، ما شاء الله كله قاعد. احنا منزلين الحاجات دي اسعارها على الصفحة. أيوة. انت خدت بالك؟ وبس احنا كنا منزلين باسعار، بس عشان استاذ حمادة استاذ علي قالوا ايه ما دام شيماء جاية اعمل كمان خصم فوق اللي احنا عاملينه. كويس كويس. تمام لكل متابعين. يعني اعتقد ان اللطقم اصلا دي كان سعرها 500 و600 من السنين اللي فاتت، فلما تبقى بعد غلاء الاسعار بالثمن ده برده كويس. ربنا يعلم احنا حاولنا قد ايه على قد ما نقدر نختار اسعار معقولة وجودة عالية في نفس الوقت. كويس كده. الطقم يا جماعه اللي ب 550 550 جنيه والله ده المفروض بسعره 750 جنيه. حلو قوي ما شاء الله. بصوا يا جماعه ده 550 جنيه جميل اهو. بص ده من سن كام لكام يا كوكو؟ ايه ده من سن كام؟ بصي ده من اول بادئ من اول سنتين لحد 7 سنين. من سنتين لسبعه. لسبعه حلو سنين. ده يا جماعه ده على فكره ما عادش بالسن ما دامش هيماء، عشان الناس ممكن تكون البنت سنها اصلا 8 سنين وجسمها قليل. انت خدت بالك فيلبسها يعني. أيوة يلبس. ان شاء الله. ايه العسل ده؟ بصي برده اما هنا. يلا روحي البسي حاجه ثانيه. بصي التاير ده. ده موجود برده عندنا هنا في سنتر دبي. ماشي. وده الوانات وفي برده الوان منه اهو. واخد بالك؟ كل ده متاح في سنتر دبي المحل. ده موجود. يعني بصي انا هقلب لك كده، كل ده موجود في دبي. الطقم ده سعره مفاجاه. كام قول بقى الاسعار؟ سعره مفاجاه. لا السعر الطقم ده الناس المحلات كلها عارفه بيبيعه بكام. والله والله بيبيعه ب 950 جنيه. ما احنا بكام؟ احنا هنا. أيوة. في سنتر دبي بنبيعه ب 695 جنيه. ولبس محيرات. لبس محيرات. ما البنت لابسه اهي وبالشنطه. وبصي اهو يا جماعه ما تشيلوش هم الاسعار، تعالي خدي افخم حاجه واحدث حاجه نازله في لبس العيد باسعار اقل من اي مكان تاني. 400 و500 و600 لبس العيد في مركز دبي، واغلى سعر 850 900 اعتقد ده اغلى سعر. ماشي. مدام خديجه انت قلتي لي في برضه قطقم هتبقى ب 400 جنيه. دي قطقم بقى احنا عاملين عليها عرض خاص. دي قطقم يمكن اقل كمان 60 70% خصم. ما شاء الله. هنجي لها دلوقتي هوريها لكم. طيب بعد ما نتفرج على اللبس بقى ده نتفرج عليه. ماشي يا جماعه ما شاء الله. لسه طبعا هنطلع للاولاد فوق ونتفرج على قسم الاولاد. الاولاد بقى العروض كتير جدا. الله مدام خديجه ما عادش في عروض على الحريمي؟ لا في عروض على الحريمي، في فوق عروض على الحريمي. طب كويس. وكمان تصفيات شتوي. طب يعني احنا قوي. عندنا لسه لحد دلوقتي الشتوي عاملين عليه تصفيات. طب جميل. جواكت باسعار مش هتتخيليها. لما يطلع فوق نشوفها ان شاء بقى. الله باذن الله. ماشي يا جماعه. ماشي يا كوكو. بصي كده تعالي كده برده يا ام هنا، في هنا حاجات الناس اللي عايزه حاجات برده خفيفه. ماشي. دي حاجات الصيف بقى. دي حاجات جميل. الصيف بقى. اسعارها السنه دي الحاجات الخفيفه دي اسعارها مفاجاه. بصي ده بلوزات كمان برضو معانا. بكام؟ قول لنا الاسعار البلوزات. انا هقول لك البلوزات دي. حاضر. قول لنا. البلوزه دي عامله 195 جنيه. 195 يا جماعه. 195 جنيه. طب كويس جدا. انت خدتيها لكم متاح من اقل الالوان كلها. الصور برضو. ماشي يا كوكو. تمام. تعالي برضو نبص هنا جنب البدل. طب يا جماعه الاسعار حلوه اهي ما شاء الله، والحاجات اللي هي ب 700 و800 برده هيبقى عليها خصم غير ان انت تقدروا تدفعوها بالتقسيط. ام هنا كل حاجه بتغلى هنا في سنتر دبي والله. بسلام. والله بتخسر. انا اول ما جيت عشان سمعت بص الطعم ده. بص ده حلو قوي. اول ما جيت مدام خديجه قالت لي والله ام هنا قاعدين نتفق مع المصانع يدوا لنا اسعار عشان نقدر نطلعها للناس. على قد ما نقدر يعني. تسلمي مدام خديجه. باذن الله ان شاء الله هتلاقي عروض حلوه تعجبك. تمام. ان شاء الله. بصي بقى ام هنا ده طقم كامل بنطلون. طقم بنطلون. ماشي ده طقم جينز بنطلون يا جماعه. جينز بنطلون. ومعاه شنطه اهي عشان معاه شنطه ومع عشان العيديات بقى الناس تفك شويه. الطقم ده يا ام هنا سعره برده مفاجاه. ماشي. الطقم ده يا ام هنا بعد هقول لك على طول بعد الخصم عشان الناس ما تعرفش. الطقم ده بعد الخصم ب 550 جنيه. حلو تسلم ايدك. شفتي الاسعار يعني دي والله يعني جاكيت ببنطلون ببادي بشنطه ب 500 ب 550 جنيه. انت خدتي بالك؟ وخدي بالك برده من في اسعار خاصه للجمله. اسعار خاصه للجمله. ماشي. انت خدتي بالك؟ اتفضلي برده هنا يا ام هنا. بصي ده. بصي ده يا ام هنا. ده طقم برضو. بصوا يا جماعه اللطقم الجديده حلوه ازاي. ده جو معاهم خدتهم تحت. ماشي ابعد ورا شويه كوكو عشان الموديل اللي باين. ماشي ده بقى ايه الناس رجل شالستون. تمام حلوه قوي. خدت بالك؟ والمقاس من كام لكام؟ ده مقاسه من 2
لغايه 6 6 اورهولك برده في اللبس. بصي برده معانا اللطقم هنا اهي. بصوا يا جماعه كل اللطقم دي من اول شهور زي ما انتم شفتوا في الفساتين واللطقم والتيرات لحد 16 و17 سنه. الله جميل. ومنه اللون الثاني اهو. طيب جميل قوي. الرجل شالستون. طب حلوه مش ضيقه. تمام. لا مش ضيقه. الناس اللي عايزه تغيير بقى في العيد. ماشي. اطقم الجديد الناس اللي عايزه تغيير في العيد. ماشي. بصي ده مهنا كمان. بصي الواناته. حلوه قوي كل. بصي. الخامات كمان نازله حلوه. بصوا ده. بصي. الله ده جميل. كراسين. بصي مهنا. طب ده مفيش منه مقاس هنا ده يا كوكو؟ هجيب لك مقاس هنا. يعني لبس مقاسات كبيره؟ يا مهنا احنا تحت امرك. الله يخليك. يعني لو مفيش مقاس هنا نعمل اللي مقاس لهنا ان شاء الله. تسلم. بصي برضه يا مهنا. جميل. بصي البدله ديت. البنات لابساها خليها تلبس. تعالي. تعالوا كده اما نشوف اللطقم في اللبس. الطقم اللي احنا قلنا عليه ب 550. اول طقمك الاولاني ده معانا مليان. يا توتي على الجمال. يا توتي ما شاء الله. ده يا جماعه ب 550 جنيه الطقم ده طقم العيد. ومول الاسطوره. ماشي. تمام. وريني يا مكه. مكه محتاسه. حاجات كتير. خدت بالك؟ على فكره 1 2 3 4 5 قطع ب 550 جنيه. وريني يا مكه. ايوه لف 550 يا جماعه لبس العيد اهو. طقم شكله في اللبس قمر. بص يا ام هاله ده كمان. جميل. بص الجنس ده. الجنس ده ماشي. شفتي ده؟ تعالي. الحاجه في اللبس بتبان كمان يا مدام خديجه. ايوه طبعا. بصي طبعا السعر ده ما شاء الله. البنوتاتنا جاب كام يا كوكو ده؟ طب اقول لك على حاجه. ايوه. 550 برضه. الله على البركه. ومقاسات كبيره ب 550. 550 برضه. ماشي يا جماعه. الله مقاسات كبيره كمان اهي. ما شاء الله. فين ده؟ ما شاء الله. جميل جميل. جميل ما شاء الله. حلوه قوي. بصي تفاصيله. ده في منه الوانات برضه. تفاصيله معاكي بلوزه والبنطلون والجاكيت كاجوال زي كده. حلوه. وفكره الجواكت الخفيفه دي جميله. علشان العيد برضه هيبقى الجو فيه شويه بروده. ايوه ايوه. تمام. واللون الثاني كمان جميل يا جماعه. جميل قوي قوي ده. ما شاء الله. ده طقم تاني كمان. حلو. صح. حلوه البناطيل القصيره دي شكلها جميل. ايه البنات الحلوه دي؟ ايه جمال ده؟ ده متاح منه برضو الوانات في اللون الثاني بتاعه اهو. الناس اللي بتطلب مفيش منه الوان. انا بعرض لك الموديل بالوانات اهو. ده موديل الوان ثاني اهو. انت خدت بالك؟ يلا يلا قولوا يلا باي باي. قولوا تعالوا خدوا هدوم العيد من مركز دبي. تعالوا خدوا هدوم العيد من مركز دبي. شاطرين. يلا يلا نكمل مع كوكو ونشوف باقي لبس العيد الجديد. وكل الناس بقى تعمل لايك للفيديو الجميل ده عشان الاسعار الحلوه المدام خديجه واستاذ حماده مقدمينها لنا النهارده من مركز دبي. وزي ما قلنا نفس الاسعار بتبقى في مول الاسطوره يا جماعه عند استاذ علي. سنتر دبي واسطوره السنه دي في العيد الاسعار محدش يتخيلها. كله جديد في جديد. وما شاء الله الخامات كلها تحفه. ما شاء الله. انا عندي طقم هنا مفاجاه. بص الطقم ده. ماشي يا مدام خديجه. ده محيرات. طقم الحيرات ده والله والله ده يتباع ب 1100 في اي حته. هنا عملوه 50% مش عارف عملوه ايه. 650 جنيه قبل الخصم. 650 جنيه قبل الخصم. قبل الخصم كمان. لبرده كل اللي يجي من تبعك 5%. طيب انا عايزه الناس بقى تنزل تسال على لبس العيد بره. انزلي اسالي وبعدين تعالي اشتري. يعني انا نفسي يلفوا لفه الاول قبل ما يجوا لنا. واخده بالك؟ عشان يعرفوا ايه اللي احنا عاملينه. ما شاء الله يا جماعه. الطقم اللي مدام خديجه ورته لنا دلوقتي اللي ب 650 جنيه اهو يا جماعه. وعايزه اقول لكم ان احنا كل شويه نفصل لان الناس قاعده تيجي تشتري لبس العيد. ما شاء الله مقبلين على المكان. التوأم. حلوه اكبر من كده كمان. تمام 100 100. ده ب 650 يا جماعه. ده ب 650. ماشي جميل. خلوا بالكم ده ثلاث قطع. ماشي جميل قوي. انا باي باي. بصي برده يا ام هنا احنا في مشاكل طبعا في اللطقم. مقاساتها كبيرة. ايوه. صح؟ والناس كتير بتشتكي برضو اللطقم اللي مقاساتها كبيرة. تمام؟ بصي يا ام هنا ده بدلة جو. أول مقاس فيها. تمام. تمام؟ بصي كده البدلة ملبسة مين؟ طب يا جماعة. بصي. ده أنيساتي أهو. أنيساتي. ماشي بدلة يا جماعة. أنيساتي. جميلة. أنت خدتي بالك؟ ترجعي كده ورا؟ يعني تلبس من سن كام لحد السن ده؟ ده أنت ما عندها 20 سنة. أنا أصلاً يعني تبدأ من كام تلبس؟ تبدأ من أول 12 سنة. طيب يا جماعة من 12 سنة لحد 20 سنة يعني محيرات. إن مريم أنسة. أيوة ما أنا بقول. واخدة بالك؟ فشوفي ما ساعات بيبقى في أطفال يا مدام خديجة ما شاء الله مقاساتهم كبيرة فلو محتاجين مقاسات محيرة موجود يا جماعة. ما شاء الله. وده كمان اللون الثاني وبنطلونها جوبير. تمام. بصي كده من حاجات جديدة عشان بقى. عشان أبيض أهي عشان مش عايز أحطه على الأرض بس. تمام. تمام.
بصي برضو يا ام هنا تعالي كده. ماشي خلاص. اه مكوكه. بصي مكه الطقم ده سكر ده من هنا برضو من ياكو من اللي عليها عروض. عروض ده عليها عروض؟ ايوه طبعا عليها عروض. يعني ده ب 400 جنيه مدام خديجه ولا 450؟ ده 450 يا كوكو. 425 استاذ حماد قال انا 400 يلا 400 جنيه الطقم ده يا جماعه. طب الحقوا بقى الحاجات اللي عليها عروض دي. طقم العيد ب 400 جنيه ده لقطه. بصوا بصي برضه تحفه. بصي البدله دي بدله مختلفه عن البدله اللي اتقاسيت كلها. دي برضه سن محير يا كوكو. سن محير اه. بصي يا ابو هنا الله على القمر. الدكتورة. الدكتورة دي طقم الدكاترة بقى. اللي عايزة بنتها تبقى دكتورة تيجي تاخد طقم الدكتور. ماشي يا مدام خديجة نسميه طقم الدكتور. ماشي يا جماعة عقبال ما تشوفوا بناتكم كده دكاترة يا رب وتاخدوا لهم الطقم ده من هنا وتبقى اللي تلبسه دكتورة إن شاء الله. جميل. حلو قوي. بصي الطقم ده معاكي برضه. ده المهندسة بقى. لا هو المهندسة. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. جميل جميل. اطقم جميله حاجه كده فخمه. اطقم فخمه يا جماعه. اه دي بتقول صوروني. تعالي اسمك ايه؟ صفاء. ماشي يا صفاء. جميل قوي قوي قوي. سلوبتات حاجات جميله. ماشي يا بنات تسلموا. اه يلا ناخد صوره. ربنا يحميهم يا رب. جميل جميل قوي ما شاء الله. يلا قولوا باي باي. عسل. يلا يغيروا بقى يا جماعه. وده كمان طقم من اطقم العيد اللي موجوده في مركز دبي. الحاجات القمر دي بصوا الاطقم يا جمالها. بسم الله ما شاء الله على الجمال. تحفه 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 على مهل. جميل قوي يا جماعه. ايه رايكم في اللبس؟ هستنى رايكم في التعليقات. استني يا مدام خديجه. بصي في كمان منه لون ثاني يا ام هنا. ايوه ده لون ثاني منه. ماشي يا جماعه. تمام. ده كمان لون منه. ماشي احمر وبينك فاتح كده. دي بدله اللبني الناس كانت برضو عايزاها تشوفها في اللبس. تمام. ماشي. بصي هنا برضو كده يا ام هنا البدل دي. بدل دي تلبس محيرات برضو معانا. ماشي. تمام. انا صورها كلها هنعرضها لحضرتك. دي ودي البدل دي كلها يا ام هنا والله تتباع في اي حته ب 1100. هنا بتتباع في سنتر دوق 795 جنيه. بدل محيره. انا بقول سعر بدل محيره مش بقول سعر بدل صغيره. انا بقول لك بصي البنطلون اصلا البنطلون ده اصلا ب 300 جنيه اهو. ما شاء الله. البدله دي ب 795 جنيه في سنتر دبي المحلي. وهوريها لك برضو في الصور. بس الطقم الجميله دي حلو. الطقم ده برضو بنطلونه مقاسه واسع لو انتوا بناتكم يعني. اه لذيذ ما شاء الله. حلوه جميل. موديلات كتير واشكال والوان بقى. اللي عايز فساتين اللي عايز اطقم. الله 795 جنيه. 795 جنيه اهوت يا ام هنا اهو. ده الفستان اللي احنا صورناه اهو. ماشي تمام. انت بقى في سنتر دبي معاك 200 جنيه تلبس معاك 1000 جنيه تلبس. وبرده احنا هنا برده يا ام هنا الناس اللي عايزه اطقم برده يعني شفتي المحيرات احنا عندنا برده طقم دي ب 495 جنيه. ايوه يا جماعه دي بقى اللي انت قلت لي عليها مدام خديجه. 495 دي بدله بنطلون. عشان خاطر مدام شيماء يبقى 450. بنطلون. طب بصوا يلا يا جماعه قطهم حلوه قوي. دي عليها عرض ب 450 جنيه. الحقوا دول شويه دول الحقوهم. ده صفقه والله صفقه. تلبس كام دي يا ام هاني؟ كام؟ اهي عروسه. 450 جنيه. 450. 450 جنيه يا ام هاني اهو. 450 جنيه. ماشي يا جماعه. جميل قوي قوي. 450 لو حسبتوا كل قطعه لوحدها هتلاقوها يعني ببلاش. مفيش عقبال الطقم انساتي ب 450 جنيه. ماشي وريني بقى الاشكال بقى يا كوكو لو الحاجات اللي عليها عروض دي. عليها عروض؟ اه. ماشي ده ب 450. ده لقطه يا جماعه. ده لقطه ده لقطه ده لقطه. طب بصي يا ام هنا قولي هيك ايه؟ هتقولي ب 450 برضه؟ اه والله. والله. ب 450 برضه. عشان خاطر مدام شيماء. ما شاء الله. اللطقم دي يا جماعه ب 450. 450. ما انا قلت لهم بقى الحقوا الحاجات دي اللي هي ام 400 دي. طبعا هي على فكره في كذا ستايل وكذا موديل يعني هو مش موديل واحد. مكه لبست لك واحد فيهم. اهوت يا ام هنا. السربتات دي برضه انسات يعني. انا وريتك صورتها اهيت يا ام هنا. يا جماعه دول لقطه يا جماعه. ب 450 جنيه. اهي. 450 جنيه. ما شاء الله. ماشي تمام. تمام. ماشي. ودول برضو؟ اه عليهم برضو عروض. طيب يا جماعه دول برضو عليهم عروض. يعني بتمن قطعه واحده طقم كامل. ده بنطلون اهو كمان. ماشي تعالوا شوفوا الشويه دول اللي عليهم عروض ب 400 جنيه دول.
450 جنيه. قول كده تاني يا كوكو. 450 جنيه. لا اسمعي مني انا بقى. 450 جنيه. 295 جنيه. يا خبر ابيض. 295. بيقول ايه ده؟ لا 295 جنيه برضو عشان خاطر مدام تيمان. 295. واللي يلحق بقى. اللي يلحق لبس العيد 295 يا جماعه. ما هنا افتكر اول فيديو عملناه هنا كانت الاسعار تاني 295 جنيه من اربع سنين. ايوه فعلا. ايوه نفس السعر من اربع سنين. ما شاء الله يا جماعه. ايه رايكم يا جماعه اللي عايزه سلبوتات؟ احنا عايزين مدام خديجه تفضل واقفه جنبنا كده. انت فاهم هي كده هتخسرنا. لا مش مشكله. خربانه خربانه. بصي كده يا ام هنا. بصي دي خد بالك مقاسات كبيره مش مقاسات صغيره. 795 تبقى بكام؟ 450 جنيه. 450 بدل 700 وي. بص يا جماعه شويه دول لقطه بقى. بس دول اللي يجي يلحقهم اللي يجي يلحقهم. ماشي ما شاء الله. وريني بقى اللطقم دي يا كوكو كده اللي هي الوان دي جيبه دي عسل قوي دي. وريني في اللبس. ماشي ده كمان طقم يا مدام خديجه. طقم كاجوال لذيذ قوي. بص تفاصيله مع الطقم ده. شكله مختلف الطقم ده. وستايله جميل منه كذا لون. حلو البنطلون واسع. جميل قوي يا جماعه الطقم ده. بصي ومعانا بقى مجموعه توينزات حلوه جدا. تعالى نشوف التوينزات. كل ده توينزات. ما شاء الله. بصي برده يا مهنا الطقم الطيب ده. الطقم ده انت كنت عايزه توديه. ايوه بصي اهو في الواناته كمان. ماشي. ده اللون الثاني بتاعه. شايفه الناس بتقيس منه شكله. أيوة. لذيذ في اللبس. اه يا جماعه اللي عايز حاجه مختلفه يعني. بصوا يا جماعه ما شاء الله اللطهم كتير واكيد احنا هنفوت طقم كتير. وكالعاده انتوا لازم تيجوا تلحقوا بقى لانكم عارفين الحاجه بتتنسف والاسعار اللي هتنزل على لبس العيد في مول دبي دي الحقوها لان في ناس هتيجي تحجز كمان اللبس يعني هيتحجز ويدفعوا ويدفعوا على مهلهم. مدام خديجه بقى احنا عندنا جزء التوينزات ده وما ننساش عرض التوينز 195 ومنه اربع الوان. الله ده في بلوزات كمان حلوه قوي اهي. بصوا يا جماعه سنه محير التوينزات دي وبلوزات. بصوا الحاجات دي ما شاء الله. بصوا الاشكال حلوه. بصوا الطقم ده برده بنطلون مختلف عن اللطقم العاديه برده. طيب حلو قوي. البناطيل اللي مع اللطقم كمان جديده. توب وجاكيت وبنطلون كله تحفه. جميل عسل. حلوه قوي ما شاء الله. ماشي حلوه قوي البلوزات كمان دي مدام خديجه. اسعارهم ايه الحاجات دي؟ اسعارها في المتناول يعني. بصي كل اسعار مختلفه. أيوة. بس والميزه بقى انها بصي بتلبس انسات. ايوه يعني. كبيره. حلوه قوي يا جماعه. لو انتوا عايزين بقى توينز برده توفقوا له بنطلون موجود اهو. ما شاء الله جميلة. جميلة ما شاء الله. ما شاء الله. واللطقم اللي قلت لك عليها اهي ماشي. دي في قطقم برضو هي البنوته اساسها يا جماعه اللي احنا كنا لابسينها. كل دي قطقم جميله. بصوا ده ب 495 وعايزه اقول لك تحفه في اللبس. ماشي يا جماعه 400 500 600 قطقم اهي جميله. دي متهيألي معمولة بقى عشان بصي مكة لابسة واحد فيهم اهو. بصي الجمال. مكة الناس عايزة تلبس كتير. عايزة تلبس كتير مكة. ليه مكة كاتبة لبس اهو لبس كده. لف يا مكة. بصي جميل. جميلة يا توت. والطقم ده على فكرة سعره خرافة. نون بقى انت معاك استلات ولا ايه؟ انا ديت خليها للاخر. يا عم فربنا يلا. يا ستي اهو. الازدالات دي. تسمعي اسعار ايه يا ام هنا؟ دي اطفال. لا ده حريمي اهي. اخر حاجة سمعتيها. سمعتها 250. طيب هنا في دبي سنتر ب 150 جنيه. 150 جنيه ده اول مقاس ب 150 جنيه. ماشي يا جماعه ازدالات. بص القمر ده حلو قوي. حلو ده برده زي اللي معروضين دول يا مدام خديجه اللي وراكي دول. منه برده الوان كتير. لا بصراحه لبس العيد السنه دي ما تشيلوش همه سواء في ستايلات او خامات او اسعار. وسمعت كوكو عماد بيقول عليه خصم. عليه خصم حلو جدا 495 وعليه خصم كمان 5%. 495 يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله. جميل ستايله حلو قوي. جميل جدا جدا جدا. ماشي يا توت. شايفين بقى احلى فقره في الفيديو اللي مدام خديجه قالت الازدالات دي خلصت واتكررت اكتر من مره. من مره احنا قلنا رمضان كريم بقى والعيد كل سنه وانت طيبه. طيبه يا مدام خديجه. الازدال ده اللذيذ ده. بصي لسه يا توت كده بس خلاص. جميل قوي. بصي والازدال اللي على مريم انسان وحريمي
ده 150 جنيه ما شاء الله. والقمر ده برده 150 جنيه. جميل جميل، 150 جنيه يا جماعه ما شاء الله، حلوه قوي. والاسدال ده سعره؟ قلنا سعره، قلنا سعره. حريمي وسن محير 150، بس ده سعره يختلف شويه عنهم يا جماعه، اغلى منهم شويه، لكن دول 150. 100 100 ماشي يا جماعه، يلا نكمل مع بعض ونشوف. نطلع بقى للاولاد فوق مغاره علي بابا. فعلا طبعا احنا فوتنا حاجات كتير يا مدام خديجه، بس هم يجوا بقى يتفرجوا عشان ما نحرقش حتى كل الموديلات. ماشي يا جماعه، الموديلات كتير ما شاء الله، بصوا كتير، في حاجات كتير ما شفناهاش. وزي ما قلنا العروض الحلوه دي برده موجوده في مول دبي ومول الاسطول. يلا بينا نطلع فوق الدور الثاني. وده كمان لون تاني من الاسدال الازرق، ده ترند السنه دي يا جماعه عشان بقى صلاه العيد ورمضان. كل سنه وانتم طيبين. مدام خديجه بتقول مطلوب جدا، وعلى فكره الاسدالات دي بتشجع البنات على الصلاه، حاجه قمر ما شاء الله. جميل، ده بيلبس لحد كام سنه يا مدام خديجه؟ ده بيلبس لحد 14 سنه. 14 سنه، واللون الازرق منه كمان اهو يا جماعه. ماشي، جميل قوي 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 ما شاء الله، حلوين جمال اسدالات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ما وطلعنا الدور التاني في مول دبي عشان نشوف بقى ده ايه، كنز ومغاره علي بابا اللي بنلاقي فيه حاجات كتير. بص طبعا في ناس هنا بتشتري، فعلى ما يخلصوا نشوف الاول تصفيات الشتوي. مغاره بحق وحقيقي حقيقي. خلي بقى كده المغاره كده، ابدا يا كوكو. ما شاء الله، ابدا يا كوكو. ايه سويت شيرت ب 50 جنيه نخلص الفيديو على كده. ايوه بصي، سويت شيرت ب 50 جنيه. 50 جنيه سويت شيرت ب 50 جنيه. ده لسه انت لسه شفتي حاجه؟ ده خلاص، بما اننا فرشنا الصيفي فالشتوي بقى ببلاش. يلا بقى سمعني. طب والجواكت دي بكام؟ ما بلاش. قول يلا بلاش. يلا بكام؟ 130 جنيه. 130. انت مبسوط انت بالاسعار دي؟ 130 جنيه. 130 اللي عايز شتوي بقى يعينه للسنه الجايه ب 100 جنيه. 130 جنيه مقاسات كبيره. ايوه مقاسات كبيره. منين بقى الجواكت؟ بصوا في هنا جواكت كميات كبيره، دول الحقوهم قبل ما تاجر يجي يلمهم. بصوا دول بيضحوا بيهم. ماشي، بكام ده يا كوكو؟ ده ب 140 جنيه. 140 جنيه. بتقول ايه ده؟ لسه 140 جنيه. احنا بقى ايه، اتحدينا الشاذلي بقى بكده. خلاص يعني انتوا بتضحوا بالشغل ده؟ خلاص ب 140 جنيه. وده بكام ده؟ 140 جنيه. ماشي يا جماعه، 140 جنيه. 140 جواكت اولادي مقاسات كبيره. 140 جنيه. يلا دول اللي يلحقهم بقى، دول ببلاش يا جماعه. لا لا، في كميه بتذاع عادي. 140 جنيه. طيب اقول لك على حاجه، الراجل يزعل؟ لا. ب 120 جنيه. 120 ده كشمير. اتفضلي تفاصيله اهي. بصوا يا جماعه كشميرات. 120 جنيه سيوت شيرت الايه؟ الرجالي. ماشي. طب بقول لك على حاجه، جاكيت رجالي؟ ايوه. يزعل؟ لا مش هنزعل. ب 195. 195 جواكت رجالي. ما شاء الله. 195 جنيه. ايه يا جماعه الاسعار دي؟ مبطن. ماشي. ده بتاعنا احنا قلنا مغاره علي بابا فيها كنوز بقى. لسه في كمان. ده لسه انت لسه هتسمعي كتير في البنات وفي الاولاد. طب والبيجامات دي بكام يا كوكو؟ لا هي البيجامات ده. طب اقول لك على حاجه. ايوه قول. السن مثلا من سن سنه لخمس سنين هيبقى ب 195 جنيه. ما شاء الله. لا بصي، ما هو البيجامه دي على فكره دي تنفع للعيد، لان العيد هيبقى خريفي. ده مستورده. 195 يا جماعه. اقول لك على حاجه، مستورده. مستورده ب 195. طب دول نقطه دول. عندي بيجامه هنا في سنتر داي ب 75 جنيه. بيجامات. بيجامه ب 75 جنيه. طب والجاكيت الاحمر ده يا مدام خديجه؟ الجاكيت الاحمر ده جميل ده. والله جميل ده بكام؟ انت بتروحي على حاجات بعد اذنك بس. بلاش مدام خديجه. بلاش. بضعف. ماشي، الجاكيت ده بيتباع ب 450 جنيه. ماشي، طب قلنا بكام؟ 295 جنيه. يا صلاة النبي. حلو. جميل. هتنزليه اكتر؟ 295 جنيه. عشان خاطر مدام شيماء. ماشي، انت قلت مدام خديجه خلاص بقى. يا جماعه مش مصدقه والله اللي بسمعه، جواكت ده 250 جنيه. مبطل من جوه 250. بس يا مدام شيماء، بس اللي يلحق. ايوه، عشان دي الناس، ده عروض، كميات عروض، الكميات قليله. انت خدت بالك؟ تمام، اللي يلحق ما شاء الله يا جماعه. طبعا مش محتاجه اتكلم على الموضوع ده، انا قاعده افكر انا هعمل ايه واخد ايه دلوقتي، لان دول لقطه عينه للسنه الجايه بقى. بصوا الله، جميل قوي ده. ايوه ده مخديج هنا كنز. بص كده، بصي بكام يا كوكو؟ 60 جنيه. ببلوفر ب 60 جنيه. 60 جنيه ومقاسات كبيره. ما شاء الله. 60 جنيه. بص المقاسات. 60 جنيه. مقاسات شبابي. والله العظيم يا بلاش. 60 جنيه. يا بلاش. لسه بقى لما ندخل على تصفيات شتوي البناتي تحف. تمام ما شاء الله. نبدا من هنا. ما شاء الله يا جماعه. بصي كده. ده رجالي؟ ده بيمشي ينفع ولاد وبنات. اه.
95 جنيه 95 ما شاء الله. بصوا ده سويت شيرت ب 95 مقاسات كبيره تمام. هنا يا جماعه بيبقوا بيضحوا بالحاجات دي بقى للي يلحقها والناس فاهمه الكلام ده. واللي بيشوفنا لاول مره انا قلت لكم العنوان في اول الفيديو، ارقام التليفونات على الشاشه وانتوا جايين تواصلوا معاهم عشان توصلوا بالسلامه، لان الحاجات دي فعلا الناس بتستناها. اي حاجه احنا كنا امبارح ب 350 195 جنيه 195 جنيه بس بس نحب الثواني دي. ايوه 125 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا خلاص المقاسات دي كمان 125 ده اول مقاس فيها لغايه 16 125 بناتي كل سنه وانتم طيبين. طيبه مدام خديجه 125 مش عارفه انطقها. على فكره البلوزه تنفع للعيد. ايوه تنفع للعيد. انا مش عارف انطقها. بصي 125 واللي كان شايل الهم ومش هيجيب لبس العيد عشان الاسعار الناس اللي خدتها هتشتروه. معلش معلش سامحونا اللي خدوه بسعر اعلى، بس احنا طبعا معروف ان احنا طالما مدام شيماء عندنا يبقى لازم نضحي. ده ب 125 وايه اللي مين اللي سايب القمر ده؟ ده ايه ده القمر ده؟ ده ايه القمر ده؟ جميل ده. بصوا يا جماعه البدل دي برده شتوى، نشوف سعرها دلوقتي. ما احنا خلاص احنا الحته دي هتلاقوها بكره الناس جايه فيه، بس الناس اللي خدتها اعلى من كده تسامحنا. ماشي يا جماعه ما شاء الله 125 جنيه. هنا بقى بيبقى الحاجات مثلا يا جماعه اللي عليها تخفيضات وتصفيات. وجواكت باتي باتي هتبقى بكام معانا؟ طب استني. ايوه باتي باتي ده ايه؟ ده مقاسات كبيره اهو. حريمي كمان يعني. ده بيتباع ب 295 جنيه. ماشي هتدونا ب 295. ده بكام؟ ده بكام يا 295 جنيه 295. بصي الوانته يا خبر ابيض. 295 كل ده. بصي مقاسي ده مقاسي يجي مقاسي مقاساتك. اه مقاساتك. ايوه عشان أيوة. خاطرك 230 جنيه الشيكت ده. ب 230 اه 230 جنيه. ايه يا جماعه؟ اخد لي واحد يا جماعه. ده يا جماعه اللي يلحق. انا بقول اللي يلحق. ده البيجامه البيتي اغلى من كده. ده فرصه. طب مدام خديجه هامنك امانه، التجار اللي بتيجي تاخد الحاجات دي ما تديهالهمش، خليهم أيوة للناس. لا احنا للزباين بتاع كوتش. انا بقول لك بتقولي هو لو في كميات للتجار في ناس بتيجي بقى تقوم واخده الكميات كلها. معلش سامحونا يعني كل زبون له حته يعني مثلا. طب ماشي حته من هنا حته من هنا. ماشي 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 يا جماعه. ماشي يا جماعه ما شاء الله 200 وايه 230 230 بسم الله ما شاء الله. بصي يا جماعه الحاجات دي. طب ودي مدام خديجه لوحدها وزعلانه كده وقاعدة حزينة عشان انا هشتريها. انا هشتريها. كام يا كوكو؟ انا هشتريها دي. كام؟ 120 120 خلاص اشتريتها لهنا يا جماعة. البنات طلع الحاجات دي موضة. طب امسكي قولي بقى انت بتظلي. بصي دي كام يا كوكو؟ والله كل ده بينبيعه ب 195. بصي نخليها كل ده ب 195 نخليها زي صاحبتها برضه تبقى 125 جنيه. ايه رأيك؟ 125. بصي الوانها ضخامتها جميلة. الله بصي القمر دي بلوزه للعيد على جميلة. فكره دي بكام؟ 125 تسلمي يا مدام خديجه. بس الصغيره دي بقى ايه نضحي بيها شويه نخليها ب 100 جنيه 100 جنيه تمام يا مدام خديجه تسلمي، لان ممكن في ناس بقول لك ما كناش هيشتروا فحاجه زي كده هتبقى في وقتها. على فكره تنفع للعيد شكلها جميل. جميله جميل. طب والحاجات دي يا مدام خديجه؟ بصي يا فوق الله بصوا الخامات دي كمان. بس ده قطيفه كفايه خساره. بس انت لو سمحتي يا كوكو كده سيبها لي. تعالي مدام خديجه انا بحبك يا مدام خديجه. تعالي انا بحبك. انا زي ما قلت طيبه يا مدام خديجه. بس كل الناس تلبس. الله يخليك. كل الناس تعيد وكل سنه وانت طيبه. تسلمي يا مدام خديجه. بصي ده بيجامه. اه ماشي بيجامه بقى. احنا انا مش عايز اعرف السعر منك مدام خديجه. انت بتقول كام يا كوكو؟ ب 250 زي ما احنا بنبيعها. 195 جنيه. 195 ما شاء الله ما شاء الله. تنفع خليفه يا جماعه 195 يا مدام خديجه. ينفع الصبح تتلبس في العيد برضه. حبيبتي يا مدام خديجه احنا بنحبك جدا. منوري يا مدام شيماء. دي مبطنه من جوه. مالكش انت دعوه لو سمحت. اتفضلي يا مدام خديجه. 250 ده مبطنه. خلاص مبطنه من جوه. 195 يا كوكو. 195 بس كوكو بيبص لها ازاي؟ والله كلهم ينفعوا للعيد. ايوه ما شاء الله. كميات يا جماعه موجوده. ما شاء الله. طب البلوزه دي ايه؟ دي برضه اسعار خلاص بعد كده مش هتبقى موجوده. لا خلاص خلاص كل سنه وانت طيبه. ايوه خلاص الحاجات دي كلها بقى عشان ايه اللي يلحق برضه. نكمل بقى يا مدام شيماء. عايز تطلعنا انت بالحته دي انا عارفاك. تعالي بصي هنا بقى كده يا مدام شيماء. بصي دي بلوزه. أيوة. تلبس ايه يا اطفالي ومحيرات منها. تمام. دي ب 140 جنيه. انت قلت 140 جنيه. دي صيفي. دي صيفي. اه 140 جنيه. مدام خديجه احنا متعشمين فيكي. خليها 100 جنيه يا كوكو. 100 جنيه الله. انت عرضي طيب عشان انت كده. الله يا صاحبه المكان. طب ودي يا مدام خديجه الملونه دي يا مدام خديجه دي ب 250.
195 ما شاء الله. جميلة 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 جميلة. بصوا دي 195 جميلة للعيد اهي يا جماعة، على بنطلون طقم جميل وببلاش 195 كده. احنا قصرنا؟ لا والله. يلا كل الناس تلبس وكل الناس تعيد. كل سنة وانتم طيبين. كل ده يا جماعة هيضحوا بيه بقى. سويت شيرتات اهو، تصفيات، الحاجات دي كلها ببلاش. في هنا حاجات تنفع للمدارس، يبقى خدوها عينوها برده. وما شاء الله الحاجات جميلة. ندخل بقى هنا على لبس العيد الجديد. انا عايزة اقول لك ان هنا في مفاجآت كتير قوي ما شاء الله. وبرده معاك لفوفا اهو، بس انا مش هتدخل بقى. ليه؟ ليه بقى كده؟ سيدي وخديجة عايزينك معانا. بكام توينز ده؟ طب يا كوكو اخر حاجة بنبيعه هنا ب 250 الجديد. لا بص 195 يا مدام. 195 مش هنقول 200 جنيه، هنقول 195. بصي يا رايك؟ بصي الوانه معاك في كميه. 195 195 جنيه ما شاء الله. ام هنا جميل. نجيب زباينا بقى. ام هنا مدام صاحبة المحل نزل نخربها بقى. طب انت بقى لو جدع اعمل لنا اسعار اقل من مدام خديجة. قال لك على حاجه. ايوه ب 95 جنيه. ايوه كده احنا هنحبك يا كوكو. 95 جنيه. بصوا يا جماعه، عموما الناس اللي بتيجي تشتري من مول دبي عارفين الاسعار اللي احنا بنقولها دي دايما عندهم كده، بس في حاجات بتبقى فلاتات احب اللي يجي بسرعه يلحق. اه حلو الصيفي ده. ايه رايك؟ يلا بقى عشان اشتري منك لآدم. 35 جنيه. كام؟ ب 35 جنيه. لا تعليق. اقول لك الحاجه التلاته ب 100. التلاته ب 100. ب 35 جنيه. طب والله بلاش. دول برضو اللي يلحقهم يا جماعه. اللي يلحقهم برضو. بصي يا ام هنا تعالي بقى نبدا. لا ده في تيشيرتات اوفر سايز. جميله جميله. بص يا جماعه التيشيرتات عامله ازاي. الله. بصي اوفر سايز. تحفه. في بصي ده. حلو قوي الاسود ده. ما شاء الله. انت خدتي بالك؟ ماشي. تعالي بقى نبدا. طب نبدا بالتونزات بقى باللطقم اللي انت عاوزاه. اقول لك على حاجه. طق. نبدا بده. ماشي. 395 جنيه. 395 وفي 5% كمان. خلاص ماشي. يعني احنا في الاولادي في خصم 5% كمان. طيب فرجنا بقى على الاشكال سريعا عشان نلحق تمام. كوكو. ماشي. اي حد جاي من تبعك هيقول انا تبع مدام شيماء له خصم. ماشي تمام. تمام. ماشي. ده بدله عشان بقول السعر اهو 450 جنيه ثلاث قطع. تمام. 450 جنيه. انا بقول اسعار وربنا يستر. ماشي يا جماعه. لبس العيد الاولادي بصوا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ وبرده عندي طقم هنا برده. طب اقول لك على حاجه، صوري الموديلات. بصي كده على الشنطات دي حلوه قوي اشكال ما شاء الله. بصوا يا جماعه تعالوا بقى ايه، خلصوا من بند العيد ده وخدوا لاولادكم بقى قبل ما الحاجات دي تغلى، لاني سمعت ان الفرشه اللي بعد كده بتبقى اغلى. يا مدام خديجه بصي الشميز معقوله، هي اول فرشه بس احلى حاجه. ايوه بصي بصي الطقم، الحاجات دي كلها خامات جديده وستايلات جديده خالص ما شاء الله. ما اتشافتش قبل كده. جميله التيشيرتات جميله ما شاء الله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. مش عارفه ابدا منين ولا منين. تعالي بقى ابداي مع اخوك. الله بص التيشيرتات الحلوه دي، الاذواق جميله. بصي كده يا ام هنا، هنا دي توينزات كبيره. ماشي. انت خدت بالك؟ بصي كده تمام. بصي كده يا ام هنا تعالي هنا كده. ماشي ما شاء الله. اوريكم الاشكال بقى يا جماعه عشان الناس تشوف اللي يناسب ولادها. طب احنا اصل في عندنا طقم ب 195 جنيه. ماشي. في قطقم اولادي ب 195 جنيه. ورانا بقى كوكو الحاجات دي، الجنسات دي جميله جميله. اولادي بالبنطلون بتاعه ب 195 جنيه ما شاء الله. 195 195 جنيه. 195 بسم الله ما شاء الله. اهو يا جماعه حاجات. اقول لنفسي في طقم العيد ب 195 جنيه. جنيه في دبي سنتر. ماشي يا كوكو. ممكن تفرجنا على التيشيرتات الحلوه دي يا كوكو؟ ده التيشيرتات بقى. بصي يا مهنا ما شاء الله. بصي يا جماعه التيشيرتات عجباني جدا وخامتها تحفه. ايوه ده مستورد والله. بيتباع في اي حته ب 350 جنيه. عندكم بكام بقى؟ ب 195. انا بقول لك سعر 195. 195. بصي التيشيرت وحلاوه التيشيرت. جميل جميل. بصي يا مهنا. بصي 195 يا جماعه. 195 جنيه ما شاء الله. طب اقول لك على حاجه، في كمان اوفر سايز الشيرتات ديت، اي الناس كلها بتدوخ عليها. تمام. اوفر سايز في الوانات مثلا لو الولد مليان شويه هتلاقي مقاس. ماشي. طب الشورت بكام؟ انا بكون بنبيعه ب 75. انت عشانك انت هتبيعيه بكام؟ 65. 50 50 جنيه. الشورت ده ب 50 جنيه. اسعار 20 سنه فاتت يا جماعه. على حاجه يا مهن، 50 جنيه والتيشيرت ب 35، عملنا طقم بكام؟ 85 جنيه. طقم في دبي سنتر المحله الكبرى ب 85 جنيه ما شاء الله. بس كمان حاجات حلوه قوي. برضه في الوان كتير على التيشيرتات، يعني التيشيرتات دول التيشيرتات اهو يا مهندس. الوانات كتير قوي ب 35 جنيه. ب 35 جنيه. كام يا كوكو البناطيل ديت؟ بصي دي بناطيل كحلي. بصي في اسود كمان،
في الدرجه ديت الناس كده بتدوخ عليها برضو. ماشي. انت خدتي بالك اهي واهي تمام. طب القميص؟ ايوه. قميص الليكرا بكام ده؟ ده التركي ده. ايوه. بكام التركي عندنا بقى؟ ب 250. لا يا ست ب 140. 140 قميص التركي ب 140. ايوه جميل. الخامه دي الاصليه. طيب الاصليه خامه الجوخ اللي عايز حاجه خامه الجوخ شتوي برضو هو يا جماعه. خامه الجوخ قميص جوخ هو خريف ب 120 جنيه. خلاص يا جماعه انتوا لو انتوا عايزين حاجات على قد الايد تعالوا لكوكو قولوا له عايزين حاجات كده باسعار معقوله هيطلعكوا هنا. بس تعالى واشكل لك اللي انت عايزه. طلعنا مغاره علي بابا. ايوه. هو هيطلع يطلع لهم الحاجات الحلوه. ده لسه في مفاجات ثانيه كمان. قال لي ده في تيشيرتات ب 35 وشراب 3 ب 100. ما شاء الله. تمام. ما شاء الله. 75 جنيه. 75. انت بنتي هتسمعي سعر قميص السنه دي ب 75 جنيه. لا تسلم. قميص ب 75 جنيه. ما شاء الله. تمام. وريني البنطلون ده كده يا كوكو. جميل قوي البنطلون ده. انت برضو ده بنطلون بوي فريند. حلو ده قوي. جميل. احنا بنبيعه اصلا ب 250 عشان ام هنا ب 150. 150. انت دخلتك بتبقى علينا خساره ب 100 جنيه. دخلتها علينا وش الخير. لا دي خساره. وش الهنا. والله العظيم وش الهنا. الله يخليك دايما منورانا. الله يخليك تسلم. بدله كامله بقى يا ام هنا. ايوه. بدله كامله. طب قولي انت بقى يلا. انت هي بكام؟ الاولاد كمان رزقهم وسع في الفيديو ده. الاولاد. ده في كمان عروض حلوه تعجبك. دايما البنات كانت بتبقى واخده نصيب الاسد. الستات اوريها لك في الصوره. هي بكام يا كوكو؟ احنا هنا بنبيعها زي ما انت قلتي ب 350 جنيه. 350 بدله ب 350. ده البدل دي كانت غاليه. 350 جنيه يا ام هنا. بصوا يا جماعه في منها 350 جنيه. نشيل اللي هناك برده دي يا كوكو. ما هي ما بوريكي صورها 350 جنيه. برده اللي يلحقهم اكتر بالاكسسوار بتاعها كمان. انا مش شايف الاكسسوار ده. طقم بالشنطه ب 350 جنيه. وفي منها الوان ثانيه هنا يا جماعه. برده نرجع ونقول اللي يلحق. طيب تمام دول اللي يلحقوا. برده بيبهات ب 125 جنيه. تمام 100 100 125 جنيه. ماشي ما شاء الله. ده مخديجه احنا مش هنشيل هم لبس العيد خلاص. خلاص ان شاء الله باذن الله. بصي ربنا يفرجها على الناس كلها ان شاء الله. امين باذن الله ويبقى عيد سعيد على الامه الاسلاميه كلها. يا رب اللهم امين يا مدام خديجه. تسلموا النهارده فرحتونا ودخلتوا على الناس كده الراحه وكمان عرض التقسيط ده هيفرح ناس كتير. لا بصي كمان لسه مفاجاه كوكو هيطلعها لك. ماشي يا كوكو يلا ورينا المفاجاه. سعر البنطلون ده بقى مفاجاه. 95 جنيه. 95 يا جماعه. 95. لايك للفيديو ده يا جماعه والاسعار الحلوه اللي انتوا شايفينها النهارده في مركز يعني دبي. يعني دلوقتي بيبقى بنطلون ب 95 جنيه، تيشيرت ب 35 جنيه عيدنا. صح. صح ولا لا؟ طب ما تيشيرت ب 35 جنيه وشورت ب 50 عيدنا. عيدنا. صح. تمام. كوكو ممكن تفرجني على اشكال التوينزات دي برده اللي فوق دي؟ ايوه دي. انت برده عايزه تحرقي الشغل كله؟ لا افرجهم كده. بس الله على العسل. تحفه. جميل ده قيم فخر. بصي يا ام هنا ده. بص ما شاء الله. طب اقول لك على حاجه يا مهندس. في توينز اتنين في واحد. يعني ايه اتنين في واحد؟ شتاء تمام خريف يعني ويتقلب قط. طب ده 100 100 ده لان الجو العيد السنه دي محيرنا. هم بيتفصل بيبقى قط. تمام. بصي كده ده المقاسات الكبير. وريني بقى الجنس اللي وراك ده كمان يا كوكو القمر ده. حلو ده قوي. هذا زي القدم. بفكر. بصي ده حلو قوي. جميل. مقاسات كبيره. ايوه. الناس اللي كانت بتحتار على المقاسات الكبيره، المقاسات الكبيره موجوده. بص يا مهند. بص دي كمان تيشيرتات صغيره اهي. لا ده مش تيشيرتات، ده طقم كامل. طقم كامل. ما شاء الله. جميل. تمام؟ تمام. ايه رايكم يا جماعه؟ عايزين لايكات للفيديو الجميل ده وعايز اقول لكم الناس بدات تستغل عروض مغاره علي بابا اهي. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بسرعه وتيجوا تاخدوا لاولادكم الحاجات الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله على الخامات والموديلات اشكال والوان. اي حاجه نفسكم فيها هتلاقوها. الناس راحت المغاره. ايوه انا بقول لهم الناس جايه المغاره اهي. ما تخلصولناش الشغل ارجوكم عمال ننزل الفيديو. خلوا بالكم عارفين دول مين؟ دول الامهات البنات اللي كانت بتقيس بيشتروا من لما سمعوا الاسعار. ما شاء الله حلوه ده. مية مية كوكو. ماشي يا كوكو عايزين ندخل بقى للحريمي جوه كمان نفرجهم. نفرجهم. عايزه اوريكم المنظر كده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الجمال والتحف اللي موجوده عشان بس ما اضيعش الحاجات اوريكم جمالها. كمان ماشي يا جماعه في اطقم شتوي عليها تصفيات الناس بصوا ما شاء الله بتستغلها اهي يعني الحقوا. الطقم ده عامل 450 جنيه. ماشي يا كوكو تسلم. وما تعمل لنا عرض على باتي باتي ده بقى كمان بالمره. يلا طلعوا بقى بسعر كده ايه ضحي بالباقيين. 375 جنيه. 375 المستورد. ماشي يا جماعه باتي باتي المستورد 375 جنيه. واحده واحده.
ماشي يا جماعه، عايزين بقى نشوف الحريمي كمان، عروض الحريمي كده على السريع واللانجري وحاجه العرايس، عشان برضو بيبقى عليها خصومات 50%. دي اي عروسه بقى، ام هنا احنا هنا عاملين 50% لاي حاجه، وبرضو في بعد ال 50% خصم 5% كمان. ماشي تمام. يعني كل حاجه هنا. بصي بقى ماشي، وعندي حاجه تركي ماركه لارا. بصي يا ام هنا اقول لك على حاجه، انت برضو طبعا انت بتصوري في محلات كتير بيتي وعارفه الحاجات ده روب دي. ده روب. الله جميل. بالكاش بتاعه. هو طقم كامل. تحفة. ماشي اهو. جميل جميل. اهو. روب العرايس بالكاش كده. تمام؟ بكام؟ ب 295 جنيه. 295 يا جماعه، ايه خراشي شتوي؟ ببطن من جوه. طب ممكن اقول يا مدام خديجه بتحب ال 250 وال 295. بصوا يا جماعه كل ده نص الثمن يا جماعه، كل ده نص الثمن اهو، شغل كتير وكل شويه تجيب. بصي بقى البيجامه دي، ده البيجامه البلر. ماشي. اللي تتباع في اي حته ب 295 جنيه. ماشي يا جماعه، تبقى بكام يا كوكو؟ ب 295 جنيه. 230 230. طيب نستغل ان مدام خديجه واقفه معانا. مدام خديجه الصيفي ده شكلك مش عايزاه. الصيفي ده بقى ايوه مش عايزاه. مش عايزاه. الزبائن عايزاه. لا مش عايزاه. نخلص بقى، نخلص. يلا يلا مدام خديجه يلا. ده كله كان بكام يا كوكو اخر حاجه احنا عملناها؟ والله اخر حاجه احنا كنا عاملينها بنبيعها بجد ب 195 جنيه، البلوزات الصيفي دي. طب انا هقول لك على حاجه. انت ايه رايك؟ ايه رايك ده؟ هو كده يلا مدام خديجه. 150 جنيه. 150 اي قطعه. ما شاء الله 150 جنيه. 150 اي قطعه. بصي يا ام هنا ترنج ده، ترنجات التونيكات يا جماعه. ده اهو انسات على فكره ب 495 جنيه، بقى ب 250 جنيه. 100 100 يا جماعه. 250. طب والعبايات بقى كوكو؟ في عبايات هنا متفرجنا عليها. مزايا. مزايا. عباية مزايا اللي بتتباع في اي حته ب 500 جنيه. بس انا مش عايزه اقول لك في اللبس دي، عارفه مزايا مصنع جميل هو في اللبس تلبسها كمان. حلو. نرجع ورا شويه، دي ب 500 جنيه كان اخر حاجه بتتباع. 290 جنيه. 290 مزايا. بصوا مزايا اهي الاصليه 290 دي، لو عروسه بتجهز الحقيهم لانها في الوان دو. كتير بقى ما دامش هيبقى منها. وريني بقى اللبني دي كده، اللبني دي اللبني على اسود. ماشي ورينا اللون الاسود بتاعها. الاسود بتاعها تحفه على فكره. قلتي كام يا مدام خديجه تاني؟ ب 290 جنيه عشان خاطر. 290 جميله على فكره، بتلبس مقاسات تحفه تحفه. مقاس مزايا جميله 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 والله يا جماعه. الصيفي نازل غالي قوي السنه دي في محلات الحريمي، فدي ببلاش. عندنا بكام؟ انت قايله لي ب 240. 240؟ طب هشتريها دي يا جماعه، دي هشتريها. 240 جنيه هشتريها دي ببلاش. عبايه ب 240 جنيه يا جماعه. انا خربانه. ماشي يا كوكو خليها لي على جنب بقى من فضلك. ماشي 240 مزايا. انا بصور لكم عبايات اقسم بالله مصنع مزايا لو شافهم هيجي ياخدهم. هيجي يشتريهم. ما شاء الله. بصوا الحاجات المطرزه دي ما شاء الله حلوة 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 قوي، فيهم حاجات تحفة. بصي كده يا مهنا. ايوه انتي مزايا برضو. دي مزايا برضو بس 295 جنيه. 295 مزايا دول بقى ايه؟ انا افكر فيك. طب وريني ده. هو يا ولا يا كوكو وريني ده. طب انا هشتري من دول عشان اعيد بيها عباية العيد. لقيتها ايه مزايا ب 295 استقبال وتنفع خروج كمان. بصوا يا جماعه مزايا مزايا خروج، في ناس بتخرج بيها. بصي بصوا يا جماعه مدام خديجه دي، دي الخامه اللي هي الستانيه القط. بص ستايلها عامل ازاي تحفه والله العظيم. مقاسك دي يا مدام خديجه؟ لا مقاس اكبر اكبر منك. دي اكبر من مقاسك. دي مقاسات كبيره جدا. بصي جميله ما شاء الله. المزايا دي لقطه يا جماعه، مزايا دي لقطه لقطه. ماشي بقى شوف الموضوع ده دلوقتي. ده كنز. انا عايزه اقول لك العرايس اللي بتجهز لما يجوا ان شاء الله في خصم حلو جدا، وفي حاجات عليها عروض حلوه قوي بجد ما تتفوتش ما شاء الله. بصي يا ام هنا، بصي ده طقم خروج والله والله ترنج خروج. عايز التيشيرت بتاعه ده فيه قصير وفيه طويل. تمام. يعني عايزه القصير موجود، عايزه الطويل موجود ما شاء الله. بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه بصوا خصمين 410 ماسه 200 وي ماسه. الناس اللي عارفه مصنع ماسه 205. بصوا يا جماعه وفي ب 175 220 و 190 190. انت ده كاش الماسه تحفه. باخد من هنا شويه حاجات ببقى في قمه سعادتي وانا لابساه. انت الدور ده ما شاء الله. لا 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 انا لازم اشتري. الله بصوا دي ومقاسات كبيره. ماشي يا كوكو
بص الكاشات دي بقى، بصي 190 جنيه 190 ماسه يا جماعه، مقاسات كبيره. بصي مقاساتها كبيره ازاي، 100 100. ماشي يا مدام خديجه، ندخل جوه بقى للاونجري كمان. طبعا يا جماعه في حاجات كتير، المول ما شاء الله كبير، فاعذرونا لو بنجري، بس انا عايزاكم تيجوا بالذات لو عروسه بتجهزي تشوفي الجمال ده كله، في تحف تحف تحف. مدام خديجه ما فيش دفايات تتلبس تحت الهدوم تكون متبطنه من جوه؟ في عندنا عرض ب 95 جنيه تحفه، 95 بس عشان خاطرك هنحليها ب 85. 85 ما شاء الله. ماشي يا جماعه، في عبايات كمان اهي بقى بتاعه المول، دي عبايه المول رمضان ما شاء الله. بص العبايه دي، انا قاعده مدام خديجه تكلمني وانا ابص عليها، البيجامه دي تحفه، في اللبس البيجامه دي سعرها حلو جدا. بصي على 50%، كل ده 50%، يا خبر ابيض جميله، حاجات باخد هنا حاجات. بص الدفايه ب 85 جنيه 85 بقى 85 جنيه. مفيش يا مدام خديجه عبايات امهات شتوي؟ في، عايزين نشوفها كده. في موجود ايه ده، ده في شتوي كمان جوه اهو حريم. خلاص بقى تعالي هنا. ليه؟ الله الله الله، قطعة دي بتناديني يا كوكو يا كوكو. ايوه بص عشان عيد الام، بكام يا كوكو الشال؟ انا مش عايزكم هنا، يلا يا كوكو. احنا اخر حاجه بايعينها بكام؟ ب 250 الشال. بصي يا مدام شيماء، 150 جنيه اي شال امهاتي، 150 جنيه، ايه رايك؟ بصي بتقولي ايه ده؟ ده بيتلبس على الوشين. بصي ده ابو كم ده كمان بيتلبس على الوشين. مش 150 يا جماعه، وده 150. انت قصدك 150 وش؟ لا 150 الوشين. ايوه انا عايزه من الحاجات دي يا كوكو. ده كمان يا كوكو؟ لا مدام خديجه عملنا عرض على البيزيكات دي، عشان انا عايزه منها هشتري منها النهارده. بصي كمان، ايوه بصي دي 220 جنيه. 220 ده بكام؟ 120. لا ده 150. 150 ده 150 وده 120. ده 120 ما شاء الله. تمام ده ايه؟ ما شاء الله ده ب 120 ما شاء الله، برضه تصفيات شتوي ما شاء الله. ماشي ماشي. ده بنتي التونيك ده طبعا انت هتاخدوه. هات هات كده وريني وريني. ده بكام؟ 120 ب 120 يلا، ده اخر واحد هو بتاعي بتاعي ده. ماشي برضه. طب اقول لك على حاجه، 95 يلا. 95 سويت شيرت ب 95 95 جنيه اي سويت شيرت، محدش يقول صاحب المكان. ماشي يا جماعه ما شاء الله. بصوا يا جماعه هنا بيضحوا وبيضحوا، تحس ان هم مش متمسكين بالحاجه زي التجار كده. انا عايزاك تبصي على ال 125 دي اسعار قديمه صيفي، ده ما غيرناش حاجه والله، القديم ده حتى اللي جايبينه غالي، القديم باشا. زي ما هو. بصوا دي بجامه ب 85 ودي ب 85، بنطلون قطيفه ب 85. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي يلا، انا عايزه اخلص الفيديو بقى، ده كفايه كده عشان اشتري. 145 جنيه. بص بس على الاسعار اللي قدامك، 100 135 95 65 115 100 ببلاش. ماشي يا مدام خديجه، اي قطعه صيفي مننا ب 150. طبعا هنا بقى مدام خديجه الحاجات دي انت كنت بتعمل لنا عليها عروض. اي قطعه هنا ب 50 جنيه. اي قطعه ب 50 جنيه يا جماعه، اي قطعه ب 50 جنيه. 50 جنيه. لازم تيجوا بسرعه انتوا تتفرجوا على الحاجات دي بنفسكوا. بصوا في حاجات بقى ايه تحف. الله نخلص الفيديو ولا ايه؟ نخلص الفيديو. الله دي مبطنه من جوه يا مدام خديجه، وتصفيات كمان. الله بصي الحاجه مبطنه من جوه ازاي، بسم الله ما شاء الله. هي برضو الميزه ان الحاجات خامتها. طب والازدالات دي بقى عشان رمضان عملوا لنا عليها سعر، هنعمل عليها عروض. 195 اللي في ايدك ده، 195. ودي عبايات اهي تنفع لعيد الام. ايوه العبايات القطيفه دي بكام يا كوكو؟ ماشي يا جماعه 350. هي الناس خلاص عرفتوا كده؟ ماشي 350 القطيفه دي؟ تمام اه ما شاء الله، دي 350 ده لامور. ماشي يا جماعه انا هشتري النهارده ان شاء الله. وهنا الحاجات الداخليه دي عندنا ال 35 وال 3 ب 100. ال 3 ب 100 ما شاء الله. تسلمي يا مدام خديجه، احنا بنحبك يا مدام خديجه، نورتينا مدام. الله يخليك، كل سنه وانت طيبه، وانت بالف خير. بصوا يا جماعه انتوا لازم تيجوا، لان في حاجات انا فوتوها لكم، انتوا لازم تيجوا تتفرجوا عليها ببلاش. ماشي يا مدام خديجه، بشكرك قلبي. انت ام هنا ووش الهنا ان شاء الله باذن الله. العنوان سنتر دبي المحله الكبرى، امام موقف زفته نزله الكوبري ودبي، وعندنا اسطوره مول كمان الناحيه الثانيه. يعني العروض هنا في دبي وفي اسطوره ما شاء الله. ماشي يا مدام خديجه، بشكرك جدا، ودايما في خير ودايما في نجاح. الله يخليك يا مدام خديجه. ماشي يا جماعه هشتري، ما ينفعش خلاص، انا بقيت مدمنه زيكم، وهطرد من البيت زيكم كده كل ما شويه اشتري حاجات واروح بيها. بس الحاجات لا تقاوم، الاسعار دي عارفه انها بعد فتره مش هتبقى موجوده. بصوا دي كمان يا جماعه بيجامات ما شاء الله، مقاسات كبيره ازاي. بصوا المقاسات بسم الله ما شاء الله، هشوفها دلوقتي دي. ان شاء الله تلحقوا الحاجات دي، واشوفكم في فيديو جديد، وحطوا لايك للفيديو. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد على الجميع، وان شاء الله تلحقوا وتيجوا من اي مكان في اي محافظه من محافظات مصر، تتبسطوا جدا لما توصلوا هنا. يلا مع الف سلامه.